السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما كلنا عارفين مشاعر والصفات والاحاسيس والحاجات دي بشر كده زيهم زينا. انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا حتى بالامارة محل اقامتهم في جزيرة موجودة جوه المحيط الهادي نفسه. الجزيرة دي مكانها فين بالتحديد؟ وسط المية. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. المهم هبت عليهم عاصفة جامدة اخر عنبة في الطب. المشاعر والاحاسيس تهزت وخافوا، بس الحب يا جماعة راح جاي عامل لهم مركب عشان يهربوا بيه ايه من وسط المحيط خالص، ونادى عليهم الحب واحد واحد وركبهم المركب. بس كان في كرسي في المركب فاضي، يعني معنى كده ان في صفة ولا احساس ولا شعور ناقص لا مؤاخذة. لما فتشوا كويس عرفوا ان الكبرياء هو اللي مش موجود. فحسيت ان دي اشارة. الحب طبعا نزل دور عليه جابه وعمال يقنع فيه عشان يركب المركب، وهو ايه لا واقف مكانه كده بعيد وغضبان ومش عايز يركب المركب. الكبر واكله على الاخر، وباقي المشاعر والاحاسيس والصفات قاعدين يندهوا عليه. يلا يا عم كبرياء، الدنيا والعاصفه عماله تشد والجزيره واضح ان هي هتغرق وهنغرق كلنا في قلب المحيط، يلا قبل ما تقلب علينا كلنا. الكبرياء بص لهم بصه كده وما ردش على حد فيهم. الحب عمال يتحايل عليه يلا بينا نركب. بقيه الصفات والمشاعر بداوا يندهوا على الحب نفسه، يلا يا عم حب سيبك منه يولع لوحده، يلا هنضيع كلنا يا ابن العبيطه. امه ناحت عليه وفضل يقول لهم انا مش هركب من غير الكبرياء وهيجي يركب معانا وانا مش هينفع اسيبه. والجو ده تعال نطلع المركب نبص كده هنلاقي الخوف قاعد واخد جنب ومرعوب ومش عارف يقول اي حاجه من كتر الخوف. الغضب تبص تلاقيه متنرفز على الاخر وعمال يزعق في الكبرياء بعلو صوته ويقول له No! فالهدوء يقول لهم بصوت هادي جدا ملوش اي علاقه بالجو اللي هم فيه، بالراحه يا جدعان شويه كل حاجه تتحل بس بهدوء. الشجاعه ترد على الهدوء وتقول بس برضه مش كده، الخطر اللي حوالينا ده من الطبيعه واحنا ما نعرفش نعمل معاه اي حاجه. دي الشجاعه. وتلاقي الجراه بتنده على الكبرياء وتقول له دي مش جراه منك على فكره، دي عجرفه فاضيه هتقتلك يا غشيم. فالكبرياء يبص لهم من فوق لفوق كده حتى في البصه مش هين عليه كملها ويبص لتحت كبرياء. فيطلع صوت القسوه عالي وهي موجهه كلامها للحب وتقول له يلا يا حب سيبك منه، ده هيموتنا كلنا معاه، سيبك منه بدل ما نسيبك كلنا ونمشي. فالشفقه تقول لها حرام عليكي، انت ما عندكيش احساس يا قسوه انت ولا ايه؟ فالسخط يدخل في الكلام ويقول لهم والله لو انا اللي مكان الكبرياء ما كانش الحب قاعد يقنع فيا الوقت ده كله. فتسمع العطف يقول للسخط ايه؟ يا اخي الحب جميل مع كل الناس، انت اللي مش عاجبك حاجه ابدا، دايما ناقم وساخط. الغيره بسرعه قالت وانت بتدافع عن الحب كده ليه يا اختي؟ انت في بينك وبينه حاجه ولا ايه؟ فجأة الكراهية يطلع صوته والأول مرة يبيع الكبرياء صاحبه ويقول يلا يا حب سيبك منه، هو قلب أسود أنا عارفه طول عمره وأصلا هو مش صاحبي وعمره ما كان صاحب. ولما العاصفة زادت جدا الخجل طلع صوته وعلى صوته وقال لهم يلا يا جدعان ابوس ايديكم عشان الجيبه بتاعتي بتطير. البجاحه دخلت وردت على طول وقالت انا يا اختي خفت هدومي تتبل واديني اهو قدامك زي ما انت شايفه مش لابس حاجه خالص وعادي جدا اهو. الفضول بكل استغراب الدنيا قال وهو بيبص على البجاحه انا هموت واعرف انت حاطه هدومك فين. قله الادب راح يترضى بسرعه قبل ما اي حد تاني يرد يا فضول تعالى وانا اقول لك فين. انت مؤدب على فكرة. وهنا الغبي قام ونادى على الحب والكبرياء وقال لهم قسما بالله لو ما جيتوا لاخرم المركب واسيبكم لوحدكم هنا على الجزيرة. والله غبي والله غبي. في اللحظة دي البرود اتدخل وقال وهو كان واقف باصص في المراية وعمال بيحلق في دقنه انا حلتها، كل واحد من الاتنين يختار اسم فاكهة ويقولوا لي عليها واللي يعرف اللي التاني قاله يكسب وكلامه هو اللي يمشي على التاني. البرود والغباء بالجملتين اللي قالوهم دول استفزوا مشاعر الغضب والكراهية والغيرة وكل المشاعر صوتهم عالي جدا. بس سكتوا كلهم فجأة لما حسوا ان المركب بدأ يتحرك ولقوا الخوف ماسك الدراع بتاع الحركة بتاعت المركب وهو اللي بيحرك المركب. ولآخر مرة كل المشاعر ندهت على الحب، بس الحب بيحب كل الناس رفض يسيب الكبرياء لوحده. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد بقى لما المركب مشي وعدله 10 كيلو في المية الحسد اتكلم وقال يا بختهم قاعدين لوحدهم في الجزيرة لوحدهم وإحنا هنا هنموت في وسط البحر. ويومها سابوا الحب يموت مع الكبرياء. وإنت كنت فين؟
كنت فين؟ بس الأجهزة الأمنية لما رجعت كاميرات المراقبة اللي كانت موجودة في المكان ده وفي المركب لمحوا حاجة غريبة جدا. بعد كلمة الحسد لمحوا حاجة بتنط من المركب، ومحدش عارف الإحساس أو الصفة اللي نط من المركب دي كانت النية بتاعتها إيه؟ تنتحر يعني ولا راجعة للحب والكبرياء؟ محدش عارف يتأكد يقينا من اللي نط، بس الشكوك كلها قالت ان اللي نط ده في الغالب الصبر. يا رب يكون وصل حاجة. المهم والشاهد من القصة هنا ان الحب مات مع الكبرياء بعيد، والصبر نط من المركب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.